في بروبلم 11 بيسأل هل الست اللي فيها 0 is an element من الست اللي فيها 0 as an element وست فيها 0؟ فعلا الست اللي فيها 0 متكررة as it is في الست الكبيرة اللي فيها 0 as an element و 0 داخل ست، وبالتالي الليفت سايد ست is an element of right side ست، وبالتالي الجملة true. Problem 12 بيسألني هل الست اللي فيها 2 elements 0 و 6 equals الست اللي فيها just one element 6، يعني هل يعتبر الزيرو موجود او مش موجود ما يأثرش؟ لا طبعا، الزيرو is an element فالزيرو مش موجود. الزيرو is not an element of right side set, it is not existing، وبالتالي الجواب false. Problem 13 هل ال 8 belongs to الست اللي فيها 1 و 2 و 4؟ لا مش موجود، فنفس الجواب المرة دي أقول ال 8 is not an element of right side set, it is not existing، وبالتالي الجواب false. Problem 14 هل ال 5 is subset من الست اللي فيها 1 و 2 و 3؟ قلنا في الشرح ان الفاي is a subset of any set، حتى لو كانت الست فاي تعتبر الفاي subset منها، فيها element واحد تعتبر الفاي subset منها، many elements تعتبر الفاي is subset من الست اللي هي فيها many elements، وبالتالي نقول ان الفاي is a subset of any set، فالجملة صحيحة، أكتب عليها true.